فتره رفع فيديو على اليوتيوب لواحد بيقول انا واحد من ضحايا عصابه نايم فالمهم انا كتبت له رقم عشان اشوف الموضوع ايه. اتصل بيا وقال لي انا اشتريت سياره زوجتي اس ار 7 بعد تقييمك ليها في معرض مدرسه فورمولا 2018. قلت له بس انا في المعرض ما جربتش العربيه، اتفرجت عليها وقت بس وعجبني تسعيرها وكمان عجبني الاوبشن كتير قوي اللي فيها. فقال لي طيب العربيه تحت امرك يا باشمهندس وانا اجيب لك حد عندك. وفعلا اتفاجئت النهارده لقيته بيتصل بيا وجاي تحت البيت عندي علشان يديني العربيه نعملها بالصدر يا فندم. تعالوا نتفرج على زوجتي اس ار 7 ونشوف راي الاستاذ تامر سعودي في العربيه، هل هي فعلا مقلب وكانت ضحيه من ضحايانا ولا العربيه حاجه هو مقتنع بيها وده كان مجرد اسم لجذب الانتباه؟ يلا بينا. ايه يا عم حكايه الضحيه دي؟ اه احكي لك انا بقى بالظبط، عشان كنت نازل اجيب عربيه موديل قديم لمجرد ان هي براند بنفس قيمه العربيه. تمام. عربيه معينه مش عايز اقول براندها. تمام. ماسكه سعر عندنا. فيوميها بالليل لقيت الفيديو بتاعها، انا بثق فيكم ومتابعينك اصلا. حبيبي يا فلما لقيتك بتقول العربيه دي وبالذات ان سعرها كان مناسب ليا وحضرتك كنت بتقول ان سعرها كويس. اه تقييمهم كويس، سعر حلو اوبشن كتير قوي قوي. عربيه زيرو؟ عربيه زيرو. تمام. صراحه اتفرجت عليها ثاني يوم اصلا. اما لقيتها بس كواليتي دخلت دماغي وبسطت منها قلت ما بديهاش، مش هستنى التست درايف بتاعك، انا قلت اشتريها لك وحضرتك تعمل بيها التست. يا حبيبي يا حبيبي تسلم، الله يخليك. بالمناسبه عايز اقول لحضرتك انا مش لوحدي، انا جزء كبير من الجروب اصلا جابها بالريفيو ده، بسبب الريفيو. طيب وعلى فكره كلنا مبسوطين منها. طيب عربيه ما شاء الله محترمه. انا كان معايا عربيه الماني موديلات قديمه جيتا وسكودا، وادي كان معايا الماني. العربيه انا بركبها واللي بيركبها معايا انا حاسس ان انا كبير ياباني. ايه الحكايه بقى؟ ضحيه معجبين بتوعك ابو بالواجب. لا لا معجبينك ابو بالواجب اصلا بجد. بس اللي هيفتح منهم الفيديو هيعرف ان انا اصلا انا قايل ان انا مدين ليك، ان انا بقول لك انا رحت، انا كنت في حته ثانيه يعني خالص. يعني الاسم دخل تحليلتك جوه؟ اه دخلت قالت صمغه نايم وما بيزعلش حد ومن امتى بيعمل ضحايا وبتاع. هي فرصه يا جماعه ان احنا باذن الله نجرب مع الاستاذ ونعمل لها تست درايف جامد بتاعنا بقى ونخصص العربيه صح. عربيتك يا هندسه الله يخليك، نشوف بقى هو ضحيه ولا الحمد لله كانت مفروضه. يا ربنا ما احنا ان شاء الله يكون خير. احنا متابعين ومعجبين الاسلحه دايما من ناحيه التصنيف فزوت اس ار 7 تتبع فئه الكومباكت اس يو في، اول ظهور لها عالميا كان في اواخر سنه 2015. ومن ناحيه التصميم فتصميمها اوروبي بحت. طبعا انت هتستغرب وتقول لي ازاي صيني بتصميم اوروبي؟ هقول لك ان ده توجه شركه زوت الاساسي، نسخ تصميمات موديلات ناجحه لشركات اوروبيه عريقه زي مثلا موديلها اس ار 9 اللي يعتبر نسخه من السياره بورش ماكان. اس ار 7 لا تشوز عن هذه القاعده لانها تعتبر كمان نسخه من السياره اودي كيو 3 بأبعاد متوازنة سهلة في القيادة والركن من الخارج، وفي نفس الوقت صالون واسع ومريح من الداخل. الميزة الثانية في أبعاد زوت اس ار 7 هي الخلوص الأرضي، اللي هو المسافة بين أوطى نقطة في بطن السيارة وسطح الأرض، وده بيكون 16.5 سم، ودي ميزة مهمة جدا في الشوارع المصرية لأنها بالخلوص ده مش هتحك في أي مطب. من ناحية الإضاءة فإضاءة زوت مميزة، مصابيح أمامية بشكل انسيابي هجومي، بعدسات ورنجات زرقاء وكمان لدات، ومصابيح ضباب من الأمام ومن الخلف. وكمان دي لايت امامي بيشتغل مع بدايه حركه السياره. من الخلف المصابيح اكثر جمالا من المصابيح الاماميه، للدات بالكامل، وكمان ستوب وسطي خلفي مدمج في الاسبوع الخلفي. وبالنسبه للاضاءه الخلفيه ففيها برضو تركية جميله قوي، وهو انك لو فاتح نور السياره او مشغل الانتظار وفتحت باب الشنطه الاضاءه اوتوماتيك هتتنقل للمصابيح الموجوده في الاصطدام السفلي، ودي ميزه امان جميله قوي وخاصه بالليل. في هنا عيب صغير لازم نذكره في مصابيح السياره، الا وهو انك لو غسلت العربيه بمسدس ميه ضغط عالي زي بتاع البنزينه ممكن ان انت تلاقي بعد فتره في تشبير خفيف في اسفل المصباح الامامي زي ما احنا شايفين كده. ده العيب بتاع الفوانيس او عيب الاضاءه بتاعه العربيه.
بالنسبة للمرايا الجانبية فأنت عندك مرايا كبيرة بتحقق رؤية واضحة، وطبعا هي كهربائية بالكامل وضم كهرباء ومزودة بالليدات. بالنسبة للمساحة الخلفية فهي فكرة مميزة وحلوة، لأن طبعا في أي وقت بتقدر إن أنت تشغل المساحة مع المية بتاعتها، بتقدر إن أنت تنظف الزجاج الخلفي وتحقق معاك رؤية واضحة، بالإضافة طبعا لأن العربية مزودة بكاميرا للرجوع للخلف. بالنسبة لصالون السيارة، فأول أوبشن هيقابلنا في صالون السيارة هو الدخول لصالون السيارة. السيارة كيلس انتري وبوش ستارت ستوب انجن اللي بنقول عليها بصمة. ضغطة طويلة على زرار الفتح في ريموت السيارة هيبدأ ان هو ينزل الاربع زجاج الكهرباء للاربع ابواب ويفتح لك فتحة السقف. اوبشن مهم قوي، لان العربية لما بتقف في الشمس بتبدأ ان هي تطلع غازات وحرارة جامدة تبدأ ان هي تضر الراكب لو ركب على طول، فهو كده بيسمح لك بانك تجدد الهواء الموجود في السيارة. طبعا احنا عملنا فيديو هتلاقوه في الرابط بيشرح فيه ازاي نعمل الاوبشن ده في سياراتنا اللي مش مزودة بالاوبشن ده. وطبعا اكيد بالعكس، دوسة طويلة على زرار الغلق هيبدأ ان هو يقفل لك الاربع ازاز كهرباء وكمان يقفل فتحة السقف. باب السائق فتحة دخول واسعة وبيحتوي على تطعيمات من الكربون فايبر ومقابض فضية وكمان مسند ذراع من الجلد. وزراير التحكم في زجاج الابواب والمرايات الجانبية والسنتر لوك موجودة في مكان سهل الوصول ليه، وكمان مزودة باضاءة ليلية بيكون شكلها جميل بلون ازرق خفيف. بالنسبة لكرسي السائق فهو كهربائي الحركة بالكامل، ومغطى بجلد مطرز وبوضعية جلوس مريحة وارتفاعه مناسب مش مرتفع زي مضلات تانية لزوتي. دركسيون السيارة مالت فانكشن، تصميم ثلاثي الأزرع من الأسفل على هيئة حرف V بلون فضي مغطى بجلد مطرز. في الجانب الشمال منه زراير التحكم في منظومة المالتي ميديا، والجانب اليمين بيكون فيه زراير التحكم في الموبايل عن طريق البلوتوس وكمان مثبت سرعة. الزراير مضيئة بالليل، إضاءة زرقاء شكلها جميل. دلوقتي هنجرب مثبت السرعة. عشان نشغله أول حاجة بندوس على الزرار ده اون، بدأت العلامة هنا تظهر لنا برتقانة اهيت، وهنبدأ إن احنا ندوس الزرار ده لتحت واحدة كده زي ما شايفين إن هو علم معانا أخضر. تمام، طبعا لو عايزين نزود السرعة بقى بنشيل رجلينا على كل حاجة أهو ونبدأ إن احنا نزود السرعة أهوت. زي ما شايفين التسارع أهو بدأ يزيد أهو، واضح. طب دلوقتي عايزين نفصله بقى، ندوس في الرامل اهوت، فصل. عدادات السيارة دائرية الشكل بإطار من نيكل كروم بخلفية بيضاء وبنيدلز أو مؤشرات بلون أزرق سماوي متماشي مع ألوان السيارة. فيها تقريبا لمبات بتوضح كل وظائف السيارة، وكمان فيها شاشة وسطية بتوضح الساعة، درجة الحرارة الخارجية، كمية البنزين الموجود في تانك السيارة، وكمان درجة حرارة مية التبريد، واكيد فيها تريب وفيها المسافه اللي بتقطعها السياره. العيب الوحيد في عدادات السياره ان الكتابه فيها بتكون باللغه الصينيه، الا ان طبعا هي سهله، بتكون الاستهلاك اللحظي متوسط الاستهلاك، يعني العمليه مفهومه. صالون السياره من الامام اجمالا تصميمه متميز وبخامات فعلا ممتازه بالنسبه للفئه السعريه دي. الطابلو بالكامل مصنوع من ماده لدنه طريه تشبه الجلد بتصميم انسيابي متماشي مع النحت الموجود في الابواب. فتحات التكييف الوسطيه عموديه وكبيره، فتحات التكييف الجانبية عرضية على شكل دمعة. تطعيمات طبعا في الطابلوه هنلاقيها من الكربون فايبر من اللون الفضي وكمان من الاسود اللامع اللي هو جلوس بيانو بلاك. درج الطابلوه له مقبض فضي ومزود بإضاءة داخلية وبحجم جيد. كونسول وسطي له مقبضين فضي من الجناب لتسهيل الدخول للسيارة، اتنين كاب هولدر، زرار الانتظار وزرار اوتو هولد، وكمان زرار فورمالتي يد الكهرباء، ودي فيها شوية اوبشنز جميلة قوي. من احلى مميزات الامان في العربيه دي فرمات اليد. زي ما شايفين فرمات اليد دلوقتي المفروض ان هي مش مرفوعه، وانا وقفت اهوت على جنب وهبدا ان انا افتح الباب. تمام، اول ما افتح الباب هتروح فرمات اليد متفعله لوحدها على طول، شايفين اوتوماتيك، بحيث انها تامن العربيه. ونفس الوقت لو انا جيت من غير ما انزل فرمات اليد اديتها نقله وانا لابس حزام الامان وجيت دوست بنزين، فرمات اليد هتنزل لوحدها. تمام، طيب لو انا عملت نفس الفكره وانا مش لابس حزام الامان، يعني بص انا هفعل فرمات اليد اهو، تمام، حزام الامان مش موجود اهو، تمام، ورحت جاي اعطيها نقله، فرمات اليد مش هتنزل، دوست بنزين، لحظه من العربيه انا بدوس بنزين، شايفين اهو الار بي ام بعلى اهو، تمام اهو، تمام، وفرمات اليد مش هتسيب. امتى بقى ممكن تسيب؟ اهو لو انا جيت ركبت حزام الامان تاني، لاحظوا هنا كده انا لما ادوس بقى بنزين فرملت اليد فكت. ميزه امان جميله قوي علشان العربيه ما تتحركش بالغلط مع طفل او مع حد صغير. مقبض فتيس العربيه او الجير كروي الشكل، ومن الاعلى مكتوب عليه كيرم التربو على هيئه السيارات الرياضيه.
الا ان اداء الجير السي في تي ابعد ما يكون عن الاداء الرياضي. طبعا هو مزود بست نقلات اعتباريه، فتيس ناعم جدا، اقتصادي جدا جدا. العربيه بتحقق 8.6 لتر بنزين لكل 100 كيلو كمتوسط استهلاك. طبعا دي ارقام مميزه جدا للفئه والحجم والوزن ده. وطبعا يكفي اننا نعرف ان تانك البنزين ال 55 لتر يقدر ان هو يمشيها الفول تانك 640 كيلو. الكونسول كمان فيه مخرج 12 فولت، ولاعه، مدخل يو اس بي، ومدخل اتش دي ام اي، واوبشن كمان مميز قوي وهو الشحن اللاسلكي للموبايل زي ما احنا شايفين. كمان زوت اس ار 7 مزوده بفتحه سقف بانوراما، حاجب شمسي بيفتح بلمسه واحده، وكمان فتحه سقف بتفتح نص السياره الامامي. طبعا ميزه مهمه قوي وجميله بالنسبه للفئه السعريه بتاعت السياره. سعر زد اس ار 7 300,000 جنيه مصري، 17,000 دولار امريكي وقت تصوير الحلقه. بالنسبه لاضاءه صالون السياره ليلا، فانت حرفيا داخل ديسكو نايت كلاب. مقابض ابواب مضيئه، ضوء احمر تحذيري بجانب الباب للسيارات الخلفيه، وشعار زوت الليزر بينور اسفل الباب. الامبيانتلات بقى ده قصه تانية، الوان متعدده بتتحكم فيها من الشاشه الوسطيه زي ما هنشوف دلوقتي، داير التابلو والابواب وحوالين الفتيس. اضاءه ليد بيضاء في سقف السياره الداخلي من الامام ومن الخلف. دلوقتي مع الشاشه الوسطيه اللي هي تعتبر اميز حاجه في العربيه، والشاشات دي اول عربيات شفنا فيها كانت العربيات تسلا الكهربائيه. شاشه 16 بوصه فيها كل امكانيات العربيه. طبعا هنا الراديو بتاعنا بتبدا ان انت تتحكم فيه وبتسيف القنوات اللي انت عايزها. النافيجيشن، ولكن مشكله النافيجيشن بتاع العربيه دي ان هو ما زال بالصيني، لسه ما نزلوش تعريب. زي ما شايفين هو جايب المنطقه اللي احنا فيها بالظبط اهوت، ولكن مشكلته ان هو كل الاسماء زي ما احنا شايفين بالصيني، تمام. والعربيه كمان فيها اوامر صوتيه، ولكن برضو الاوامر الصوتيه فيها بالصيني، تمام. طيب نرجع تاني للشاشه الرئيسيه بتاعتنا. هنا الميوزك زي ما شايفين هنا كده، الامبيانت ده، تمام. هنقفل الصوت طبعا عشان حقوق الملكيه. المهم ده كده الميوزك بتاعتنا، وده البلوتوث بتاع التليفون، وده الابلكيشن. انت بتتعامل مع نظام اندرويد كامل، في طبعا كل حاجه. هنا اهم حاجه فيه طبعا التيرب ريجن مونيتور اللي هو بيجيب لك كل تاير درجه الحراره فيه كام، التمبريتشر بتاعته، ودرجه الضغط كمان بس بالكيلو اسكال. فده كده النظام بتاع التاير بريجر مونيتور، تمام. دي كده الشاشه الوسطيه بتاعتنا، وطبعا بنتحكم فيها هنا في التكييف. بندوس هنا كده يبدا يظهر التكييف بتاعنا. بالنسبه للتكييف الزرار بتاع المود ده اللي بيغير اتجاه الهواء، تمام. طيب الحاجه الثانيه بقى ان احنا بنقدر نتحكم هنا في درجه الحراره، ممكن نخليه هنا اوتو، تمام. وكمان بنبدا ان احنا نتحكم في المراوح زي ما شايفين هنا كده. دي كده الشاشه، نظام التكييف. التكييف بتاع العربيه مش اقوى تكييف في الدنيا، معقول، ولكن انا بعتبره من التكييف مش قوي، يعني مش نقطه قوه في العربيه. دي كده الشاشه سريعا. طبعا في تحكمات للاوتو سيتنجز، طبعا دي نمره جميله قوي ان انت بتقدر تتحكم في درجه ارتفاع الاضاءه بتاعت العربيه اللي بتاعت الفوانيس الاماميه زي ما شايفين اهيت. بص كده المحه بره دلوقتي، هبدا هنا هنزل الاضاءه من الزرار ده، المفروض ان هي بتنزل هنا في الشاشه، هتلاقوها نزلت هنا في الاضاءه بره باينه. تاني كده هنعليها من هنا اهوت، هنلاقيها هي هنا طلعت لفوق، شايفين رمت قد ايه بعض، تمام. دي من الحاجات الجميله قوي. والامبيانت ده اللي هو هنا الاضاءه دي بنبدا ان احنا نتحكم فيها زي ما احنا عايزين، تمام. زي ما شايفين هنا كده، تمام. الاحمر فيها جامد قوي، الاخضر والله الوانها كلها حلوه، تمام. ده بيبقى مع الصوت بقى بتاع الكاسيت، يعني شايفين هنا كده دايناميك ليد ده مع صوت الكاسيت، وبتبدا ان انت تتحكم كمان في بطء وسرعه حدوث النبضه بتاعت اللون، تمام. الزراير دي بقى علشان تتحكم في التكييف زي ما شايفين هنا كده، بتشغله وتطفيه بدون ما تكون محتاج الشاشه، عشان لو قدر الله الشاشه فيها حاجه ممكن انت تشغل برده التكييف بتاعك من هنا. وده هنا برده الهواء بتاع الشبوره الامامي، وهنا السخان الخلفي بتاع الزجاج الخلفي، تمام. دي تحكمات خارجيه. صالون السياره من الخلف لا يقل رحابه عن الصالون من الامام، فتحه باب واسعه لدخول مريح، مفيش نفق فتيس وسطي، بس كمان مفيش فتحات تكييف خلفيه، واللي بس بتكون موجوده في الفلاج شيب اللي لسه ما نزلتش مصر. وبالرغم من الوسع والراحه في الصالون الخلفي، الا ان في عيب، وهو ان ما ينفعش شخص بالغ طويل يقعد في النص، وده بسبب انحناء او سقوط في سقف السياره من الداخل في منطقه الوسط،
وده المكان اللي بيكون فيه الموتور اللي بيتحكم في الحاجب الشمسي لفتحة السقف البانوراما. بالنسبة لعزل صالون السيارة مع المشي في المكسر فهو جيد جدا، والخامات متوافقة مع بعضها ومفيش أصوات تزييق ولا حاجة بالنسبة للإنسان الطبيعي. أما الناس الحساسة فممكن تسمع صوت تزييق بسيط جاي من ورا، وده حله بسيط جدا زي ما احنا شايفين. لو مضايقك ممكن انت تلف شكرتون على سكاكة الكنبة الخلفية من الجنب اليمين بس، ومن بعدها مش هتسمع اي تزييق. بقول لكم على العيب وكمان بقول لكم الحل بتاعه. دعواتكم بالخير. بالنسبة لأنظمة الأمان فالسيارة بتحتوي على 4 إيرباج، 2 إيرباج أمامي و2 إيرباج في الكراسي الأمامية من الأجناب. كمان السيارة بتحتوي على منظومة دعم كاملة لسائق السيارة، حساس ركن خلفي، كاميرا خلفية، نظام مراقبة لضغط الإطارات، ABS، ABD، بريك أسيست، هيل أسيست، وتراكشن كنترول سيستم. وده طبعا بيسهل قوي موضوع التحكم في السيارة، وخاصة ان احنا عارفين ان الفئة بتاعت الـ SUV بيكون التحكم فيها صعب شوية على الملفات، الا ان السيارة دي فعلا اثبتت ان هي كويسة على الملفات بانظمة الدعم الكبيرة دي زي ما احنا شايفين. شنطة السيارة SR7 تعتبر من اهم مميزاتها من وجهة نظري. مساحتها 480 لتر وفيها اضاءة داخلية وكمان مخرج 12 فولت، معزولة تماما عن صالون السيارة، وفيها جونت سبير حديد وطقم عدة كامل وحافة تحميل منخفضة، وعند طي ظهر المقاعد الخلفية بتتضاعف مساحة الشنطة لتصل ما يقرب الى 1000 لتر. طبعا دي مساحة مميزة جدا وبتديك راحة جدا في التعامل مع السيارة. بالنسبة لقلب النبض للسيارة، موتور السيارة فهو موتور بسعة 1500 سي سي تيربو 16 صباب 2 كاما مالتي بوينت انجكشن، بيخرج قدرة 150 حصان عند 6000 لفة وعزم 195 نيوتن من 2000 لفة الى 4400 لفة. الموتور بتكنولوجيا مايفيك من ماتسوبيشي، ودي نقطة قوة لصالح السيارة. مرتبط بجير CVT ناعم وموفر البنزين ولكن بعيد عن الأداء الرياضي، وبيحقق تسارع من الثبات لسرعة 100 كيلو في 13.5 ثانية تقريبا زي ما احنا شايفين، وده يعتبر تسارع مش كبير، ولكن زي ما قلنا السيارة دي مخصصة للأداء المريح الموفر مش أداء رياضي. أول حاجة بتقابلنا في بطن السيارة هي فتحات العادم الخلفية المزودة بإطار من نيكل كروم للشكل الجمالي مش للوظيفي، علبة الشكمان الخلفية الكبيرة، ونبدأ نتفرج على شاسيه السيارة. شاسيه طبعا من فئة اليوني بادي بتدعيمات عرضية وممتد لظهر السيارة، وزي ما شايفين في عندنا هنا دعامة خلفية بتحمي السيارة من الاصطدامات الخلفية. وبالنسبة لنظام التعليق في السيارة فأول حاجة بتقابلنا طبعا هي الجنوط، جنوط وكاوتش 235-55-17 ديسكات من الخلف، وطبعا فرامل يد الكهرباء. زي ما شايفين هنا التعليق من الخلف ونظام تورشن بيم او قضيب التوائي، وهنشوف هنا فلتر البنزين اللي هو يعتبر فلتر دايو، هتبقى طبعا دي ميزة للسيارة ان هو المكان بتاعه سهل ورخيص. التدعيمات الموجودة للشاسيه زي ما شايفين 1 2 3، يعني 6 تدعيمات طولية بطول السيارة، وكمان هنلاقي هنا المكان الفبر ده علشان يحافظ على خراطيم البنزين والفرامل. هنلاقي هنا كمان في عازل حراري علشان يمنع حرارة الشكمان انها توصل لصالون السيارة. حساس الشكمان رقم 2 وعلبة البيئة رقم 2، ونبدأ نتفرج هنا على أنطرة الأمامية اللي هي نظام التعليق الأمامي. زي ما شايفين هنا كده دي الباور الكهرباء، وكمان بواضح هنا التيربو وكمان البلو اوف فالف. ده كده بطن السيارة. بالنسبة لنظام التعليق الأمامي هو نظام ماكفيرسون، نظام تعليق مستقل، وزي ما شايفين ده المقص بتاع العربية ما يعني شكله كويس، وكمان هنا في الميزان الوسطي الأمامي. بالنسبة للفرامل الأمامي زي ما شايفين هنا الكتابة اللي بالأحمر أو الكاليبرات اللي بالأحمر، وكاوتش 235-55-17 وديسكات من هوام الأمام، وهنا في مصفحة لأسفل بطن السيارة ولكن من الفبر. سرعة 60. نظام الفرامل فيها نظام قوي، المفروض ان هو بيحقق توقف وثبات كويس جدا لما جربتها من سرعة 60 للثبات التام. خلونا بقى نشوف قوة الشاسيه وقوة نظام التعليق برغم من بساطته، هل هي مترجمة على ارض الواقع لثبات كويس في المناورة؟ ده اللي هنتفرج عليه دلوقتي قبل نهاية الحلقة. مش هكذب عليكم انا اتفاجئت بمستوى الهاندلنج في الزوتي SR7. التوجيه فيها متميز، العربية بتروح في المكان اللي انت عايز توديها فيه، مش بتحس بادرول كبير، مش بتحس ان العربية بتتطوح منك. يمكن ده راجع للتصميم والابعاد المستوحاة من اودي، او راجع للكاوتش العريض 235، او يمكن راجع للتراكشن كنترول سيستم. ايا كان السبب ففي النهاية العربية فعلا ممتازة بالنسبة للفئة بتاعتها في المناورة والثبات.
من المواقف الظريفه قوي واحنا بنصور العربيه ان انا فجاه اتلاقي اختها التوام جاي علينا، والاستاذ امير لسه مستلم العربيه فشافنا بنصور فجاه يسلم علينا. برضو ضحيه برضو؟ امال ايه؟ لا والله. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا امير؟ امورك ايه؟ يعني انت برضو ضحيه من الضحايا؟ اه مشيت وراك بقى برضو؟ اه ده بان علينا مضيع ناس كتير ولا ايه؟ طيب وايه الاخبار؟ والله انا لسه مستلم من ساعتين كده ما لحقتش تاخد فكره عنها يعني. بس انا ماشي على كلامك بقى، اما نشوف كده لسه نجرب. لا ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون خير. سهل ان شاء الله. مبروك عليك. ماشي يا زميل، اتفرج بقى على الريفيو ده ان شاء الله حبيبي. المهم خلصنا تصوير العربيه زوتي اس ار 7. العربيه زي ما احنا شايفين كماليات حدث ولا حرج، كماليات كتير جدا، منظومه امان كامله، كل عوامل الامان موجوده فيها. طيب انا حابب ان اسمع منكم المميزات والعيوب، يعني انا المره دي مش هقول العربيه مميزاتها كذا وعيوبها كذا، بتهيألي انا فصصت لكم العربيه بالكامل، موتور، نظام تعليق، جوه بره، كل حاجه بتهيألي. فحابب ان انتوا اللي تقولوا بقى المميزات وعيوب من وجهه نظركم، تمام؟ طيب اللي انا هقوله لكم دلوقتي، العربيه دي تناسب مين؟ العربيه عربيه جميله جدا، موفره في استهلاك البنزين زي ما شفنا، ادائها ممتاز، الثبات بتاعها كويس جدا بالنسبه للعربيه المفروض ان هي صيني، فانا شايف ان الاداء بتاعها ممتاز، الثبات بتاعها كويس. تنفع مين؟ تنفع حد معاه عيله، حد عايز عربيه برستيج اكتر ما هو عايز يحارب بيها، يعني دي مش هتنفع شاب علشان الفتيس السي في تي بتاعها الطلعات بتاعته مش قويه قوي، من 0 ل 100 مش ارقام قياسيه يعني. دي ممتازه لحد عايز يركب عربيه برستيجها حلو، عربيه قالب جميل، الاس يو في طبعا العربيات العاليه، العربيه بطنها عاليه زي ما شفنا، عربيه جميله. طيب دي تناسب ده، انما مش هتناسب اكيد شاب بقى عايز يتنطط ويجري، وغالبا الفادي كلها مش بتاعت الكلام ده يعني، الا ان هي زي ما قلنا العيله صغيره ممتازه. اتمنى تكون الريفيو عجبكم، اشوفكم باذن الله على خير في ريفيوات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، وسلام عليكم.